كان يلقب بنقيب الفلاسفه، تتلمذ على يد الامام محمد عبده، وكان ابا روحيا لاديب نوبل العالمي الاديب نجيب محفوظ، كذلك كان اول وزير معمم في الحكومات المصريه على الاطلاق، وفضيله الشيخ مصطفى عبد الرازق في مصر ارض المجددين. تمثل محور المشروع التجديدي عند مصطفى عبد الرازق في بلوره الفلسفه الاسلاميه باعتبارها من علم الكلام واصول الفقه وهي نظره جديده تضع الفلسفه الاسلاميه في مصاف الفلسفه العالميه وهي ابتكار اسلامي اصيل يرد على المستشرقين ويعلي من شان التدريس الاكاديمي رحم الله مصطفى عبد الرازق شيخ الإسلام والإمام الأكبر رحمة واسعة فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي الجمعة أهلا بحضرتك أهلا وسهلا أهلا دكتور مرحبا, مرحباً. فضيلة الدكتور لو اتكلمنا عن فضل الشيخ مصطفى عبد الرازق وحبه وعشقه الفلسفة ومشروع التجديدي هل كان في ما بينهم علاقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه الحقيقة سماحة وفضيلة الشيخ مصطفى عبد الرازق شيخ الإسلام وشيخ الجامع الأزهر كان علامة فارقة في بدايات القرن العشرين أو النصف الأول من القرن العشرين بمشروعه التجديدي وبافكاره التي نقل فيها المسيره العلميه نقله نوعيه الشيخ مصطفى كان اولا من عائله ثريه ووجه ثراءها وما كان يمتلك لخدمة العلم والعلماء ومشروعه الفكري والحضاري ومشروعه العلمي الشيخ مصطفى رحمه الله تعالى كان من أسرة تحب العلم ومع الثراء كان ده يعني بيعطيه وجاهه لكنه كان هادئ النفس يعني من جوه كان هادي كان جميل وكان يحب أن يأخذ أجمل كل شيء من كل شيء ويصفه من رآه أنه كان في غاية التأنق يعني أنيق جداً حتى إن المنديل الذي كان يستعمله كان معطرا آه سلام. لما يطلعوا كده الريحة تهب البرفيوم المكان <applause> يت... <يملل> المكان <applause> ريحة وأريج وحاجات زي كده آه منح البشوية مم. فلما تولى مشيخة الأزهر فإنه يرى أن رتبة الإمام الأكبر يعني رتبة تعلو رتبة البشوية ده. فاستأذن القصر بردها رد البشوية؟ آه أنا بس بدي لك ملامح بعض الشخصية يعني شوف الرجل الهادي اللي جوه ده الرجل الأديب الرجل الذي يأخذ أجمل كل شيء من كل شيء الله. وهذه التربية مكنته من إتقان الفرنسية قبل ما يذهب إلى فرنسا وساعد في نقل رساله التوحيد من العربيه الى الفرنسيه لما جه الراجل الفرنساوي يترجمها هو اللي كان بيساعده معنى الكلام ده ايه او نختار ايه في الفرنسيه مكانها علشان تطلع الترجمه مظبوطه وبعدين سافر الى باريس وجلس هناك مده قريب بتاع 12 سنه واخذ الـ الـ الرسائل والدكتوراه وكذا الى آخر لكن مشروعه التجديدي مبني على الخروج مما كان شائعا حينئذ خاصه في الجامعه المصريه من التوجه الاستشراقي بازاء الفلسفه الاسلاميه. التوجه الاستشراقي بيقول ما فيش حاجه اسمها فلسفه اسلاميه. والاسلام ما يعرفش الفلسفه الفلسفه ده بتاعت اليونان او يكون الكندي والفرابي او كذا من ال... الذين اشتغلوا بالفلسفه يكونوا خدوها من ال... من الفلسفه اليونانيه اما احنا كمسلمين وكحضاره الاسلام ما في الفلسفه فجه مصطفى عبد الرازق نقل نقلة نقل نوعية في التدريس وفي المناهج وفي كل شيء لا ده احنا عندنا فلسفة وفلسفة على أبدع ما يكون وعلى أعمق ما يكون تتمثل في أمرين الأمر الأول هو علم الكلام والأمر الثاني هو أصول الفقه فعلم الكلام وأصول الفقه هو الذي اجاب على الاسئله الفلسفيه الكبرى التي وبعمق لم تشهده البشريه من قبل هو يعني فلسفه المذهب الفلسفي بتوع الفلسفه في الدراسات الغربيه يفرقون بين المذهب الفلسفي والاتجاه الفلسفي المذهب الفلسفي معناه الكلام في ست مسائل مم. الإله الكون الإنسان الأخلاق الجمال والمنطق أدي الستة دول الستة دول تقول لي فيهم يبقى أنت صاحب مذهب فلسفي مم. تجاوب لي على إشكالياتهم يبقى أنت صاحب مذهب فلسفي إيه إشكالياتهم مم. هو ربنا ده بره العالم ولا جوه العالم هو حلل فينا ولا هو آآ آآ يحل في حد ولا هو هناك فارق بين المخلوق والخالق م. هو ربنا ده له بداية وله نهاية ولا ملوش بداية ولا ملوش نهاية الإلهيات ل... عندنا إجابة لكل ده عندنا إجابة لما واحد يسأل م. الأسئلة وإحنا منين؟ جايين منين ربنا خلقنا، طب بنعمل هنا ايه؟ مكلفين عن طريق الوحي، طب وهنكون بعد الموت فين؟ في يوم اخر هنرجع الى الله سبحانه وتعالى فيحاسبنا وفي عقاب وفي ثواب وفي حساب وفي جنه وفي نار. معانا الكلام ده بالتفصيل. يعني لما هتقعد تكلمني من هنا لبكره انا معايا اجابات لكل الاسئله الفلسفيه المختصه بالإلهيات لكل الأسئلة المختصة بالكون والحياة بكل الأسئلة المختصة بما بعد ذلك من من كذا وبالإنسان من هو الإنسان ده وبكل ذلك مع الثلاث حاجات التانيين اللي هم المنطق والجمال والأخلاق عندنا وعندنا عميق قوي ندركه ازاي بعلم الكلام وباصول الفقه يبقى دول هم الفلسفه الاسلاميه اللي هتجاوبلي على كل ما هنالك من اسئله ده. يبقى انا صاحب فلسفه اسلاميه مم. راح الجامعه المصرية ودرس هذا فمعرفوش المستشرقين يردوا عليه واخد بالك اللي كانوا بيدرسوا اللي كنا جايبينهم علشان فاتحين الجامعه جديد ولسه الاكاديميه ما هياش الاجانب اللي جايين ينهضوا بالجامعه الجاي جايين ينهضوا جاي. بالجامعه ونستفيد من الخبرات بتاعتهم فقال لهم لا والف كتابه التمهيد فكان كتابا فريدا وحيدا شريدا يعني كان كتاب بيمثل مفتاح مشروعه التجديدي وهو مفتاح يتعلق بصوغ النموذج اللي احنا كنا بنقول عليه ده هو في التجديد و من التراث لانه ما سابش التراث بتاعه وقال ايوه صحيح ده ما فيش فلسفه او الفلسفه دي تملي تكون يوناني او كذا الى اخره لا ده احنا ابدعنا فلسفه لم تكن ولم تكن بعد ذلك والى يوم الدين في صورة علم الكلام وأصول الفقه طيب أستاذ فضلتك نخرج لفاصل بعد الفاصل نتكلم بقى عن أمور أخرى تتعلق بفضيلة الشيخ مصطفى عبد الرزق أهلا أستاذ أستاذينكم أسأل بعد الفاصل بقريه ابو جرج بمحافظه المنيا، ولد الشيخ العلامه مصطفى عبد الرازق باشا. ووسط الطبيعه الخلابه تجد قصره العالي، يزين المنطقه باكملها. فهنا كان يلتقي الشيخ مع محبيه وتلاميذه في صالون ديني وثقافي اسبوعيا، يتبادلون افكارهم التنويريه في كافه العلوم والامور الدينيه. وهنا تسمع هديل الحمام، الذي يقف على مشربية القصر الأثرية، وبرغم مرور سنوات طويلة على وفاة الشيخ إلا أن قصره ما زال منبرا للعلم، وما زالت جلسات العلم والثقافة تزين القصر بين الحين والآخر لترسل السلام لروحه وتقدر مسيرته الفاخرة. فضيلة الدكتور علي جمعة مرة أخرى أهلاً وسهلاً بحضرتك أهلاً وسهلاً بكم ما هو السند لفضل الشيخ مصطفى عبد الرازق وإيه مفهوم السند المصري السند المصري هو السند الذي فيه العلماء المصريون في روايتهم للكتب أو في روايتهم بعد ذلك للقراءات أو الأحاديث لأن مما منّ الله به على أمة الإسلام هي قضية السند، وهو أنهم لما نقول إنما الأعمال بالنيات عارفين من دلوقتي لغاية سيدنا النبي مين اللي قال الكلام ده؟ اللي سمعوا من سيدنا النبي عمر، عارفين عمر، عارفين إمتى اتولد وإمتى انتقل وتتلمذ على مين؟ وقال الكلام ده فين؟ قالوا على المنبر. والناس سمعته كلها. أخرجه البخاري فالبخاري أحد في السلسلة عن 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 دي كلها ما حدش في الأمم وإلى يومنا هذا اهتم بذلك التوثيق مثل ما اهتم به المسلمون القرآن منقول كده لينا ألف سند للقرآن ذكرهم ابن الجزري وطبعا الألف دول ده الأساس لأنهم بقت عشرات الألاف أنا عارف أن أنا قريت القرآن على الشيخ الهمداني إلا أراه على الشيخ عبد العزيز إلا أراه على الشيخ الصحار إلا أراه على الشيخ الجنيني إلا معانا كده سند يعني مش وهم القرآن اللي أنا أقرأه الآن وحفظه وبنقوله كده هو ليه سند فيه لرسول الله فده معنى السند فالشيخ عبد الحليم محمود كان له سند والسند ده كنا بحثنا عنه كثيرا وكان الناس تسال عنه كثيرا هو نحن عايزين سند الشيخ عبد الحليم محمود الشيخ عبد الحليم محمود كان اعطى هذا السند لاحد الاساتذه التونسيين والسند غريب شويه لانه مسلسل بشيوخ الازهر من المصريين <applause> فالشيخ عبد الحليم محمود اصبح شيخا للازهر مظبوط خد السند من الشيخ محمود شلتوت قبل ما يبقى شيخ ازهر لكنه اصبح شيخ ازهر خاد السند من مصطفى عبد الرازق اللي <applause> هو معانا النهارده <applause> بنتكلم فيه كده بس مصطفى عبد الرازق سنه 45 تولى مشيخة الازهر انتقل بدري شويه حتى وهو صغير 47 يعني قعد في مشيخة الأزهر سنتين لكن أصبح شيخا للأزهر الشيخ مصطفى عبد الرازق أخذه شيخ المبابي وشيخ المبابي أصبح شيخا للأزهر لمدة سنة <applause> الشيخ المبابي أخذه من البرهان البجوري اللي هو شيخ الأزهر الشيخ البرهان البجوري أخذه من القويسني اللي بقى شيخ أزهر فده يقول ده سند عجيب غريب لأنه كل واحد فيه أصبح شيخ الأزهر واخد بال حضرتك إزاي فإذا ده اللي بنسميه سند مشايخ الأزهر المصريين لأنه لما يتسلسل كده كده يبقى فيه كل العدد ده نقول مسلسل بالمصريين المسلسل كل فيه صفة صفة مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسم يعني يقول لك في كل واحد يقول وبعد الشيخ ما قال لي الحديث ده تبسم من من دلوقتي لغاية سيدنا الرسول واخد بالك علي بن أبي طالب قال أنه توضأ وبعدين بعد ما توضا ضحك هي جت كده هو في حاجه ضحكته دحك لكن الراوي اللي عليه اللي بعديه توضا وبعد ما توضا ضحك ويعملوا كده يقولوا الايه المسلسلات المسلسلات دي اعلاها مسلسل او يعني اكثرها انتشار بالاوليه الشيخ بتاعي الشيخ عبد الله بن الصديق حدثني وكان أول حديث يحدثني. قال حدثني الشيخ عبد الله التلاوي وكان أول حديث يحدثني. قال حدثني الشيخ البرهان الباجوري وكان أول حديث يحدثني. دي الأوائل يعني. فده بنسميه حديث الأوليه. فين بقى هناك الأوليه تنقطع عند سفيان بن عيينه. وبعدين ينمو به إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال سمعت رسول الله صلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. وهذا أول حديث أجيزك به وأجيز المشاهدين به. فيكون ده حديث مسلسل. منك الى لا. سيدنا النبي الله. وفي كل حلقه من حلقاته فيها كلمه وكان اول حديث يحدثني ويجوز لكل المشاهدين الان انهم يقولوا حدثنا علي حدثنا قال حدثنا عبد الله قال حدثنا التلاوي قال حدثنا البرهان البجوري الى اخره وكان اول حديث أوه. يحدث لي يعني صدر المشاهدين وانا دخلنا في السند بتاع الحديث دخلت كده, كده في السند الحمد لله بارك الله فيك مساله ولذلك قالوا السند من الدين السند بركه هذه الامه مم. لانه كون ان انت تعرف ان انه في سلسله اولها سيدنا رسول الله وانت اخرها فده لما خدنا السند ده قلت انا واحد الزملاء من الشيخ عبد الله فاحنا نازلين قال لي هذا يوم ميلادنا يعني كاننا ولدنا اتصلنا بسيدنا رسول الله عليه افضل الصلاه وتم نعم. واحنا كمان شاكرين بنقل اكيد لحضرتك يعني شكر الساده المشاهدين يعني ان دخلنا ف... في هذا السند الشريف يعني فده السند المسلسل بالمصري الله فكلمه المصريين وألف فضيله الشيخ اسامه الازهري اسانيد المصريين مم. لان المصريين اهتموا بالسند اهتماما بليغا نعم. كشان العالم الاسلامي بارك الله فيكم سيدنا حابب اسال فضيلتك عن علاقه في الشيخ مصطفى عبد الرازق ب مثلا بعميد الادب العربي طه حسين كذلك باديب نوبل خصوصا الاديب نوبل نجيب محفوظ كان بيعتبر في الشيخ مصطفى عبد الرازق اب روحي ليه، فكان واضح ان يعني في علاقه بالادب وعلاقه بالصحافه يعني كبيره جدا الشيخ مصطفى كان اديبا بطبعه وكان واسع الاطلاع وكان كما قلنا انه له علاقه بمحمد عبده وساهم في ترجمه رساله التوحيد الى الفرنسيه الشيخ مصطفى رحمه الله يعني فريد في هذا النوع لانه كان من نشأته وفي بيته واخوك من العلماء ايضا ابوه كان يحب العلماء وكان يراجعهم في قضايا الادب برضه مما قرات يعني انه كان داعم للمثال الشهير محمود مختار صاحب تمثال كان في في كان صديقه في, كان في, باريس صديقه في اه لأنه في يوم. مختار كان في باريس في آه هذا الوقت في وكان يجلس كثيرا مم. مع الشيخ مصطفى مم. وعايشين مع بعض هناك في باريس مجموعه كبيره ده. من العباقره المصريين كانوا في باريس وكانوا زي ما بنقول زملاء دراسه تمام طب كان بيقول كمان على صوت كوكب شر ام كلثوم بانه نعمه من نعم الدنيا. هو هذا موروث في 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 المصريين انهم يحبون الصوت الجميل. مم. والسيده رحمة الله تعالى ادت كثيرا وغنت كثيرا في المناجاه وفي الثناء على الله وفي مدح سيدنا رسول الله ولد الهدى فالكائنات ضياء التي ألفها شوقي أو لما تيجي تقول أبا الزهراء قد جوزت قدري كلام شوقي بمدحك بيد أن لي انتسابا مدحت المالكين فزدت قدرا وحين مدحتك اكتست السحاب فاحنا قلنا ان مصطفى كان رحمه الله تعالى يحب كل جميل. وبيرم بيقول ايه بقى؟ العين بتعشق كل, كل جميل. جميل. صحيح. فهو كان يحب الجمال، وكان يحب الصوت الجميل، وكان يحب المنظر الجميل، وكان يحب الفكر الجميل. مم. كان جميلا في الداخل وفي الخارج. نعم، رحمه الله عليه. انا شاكر لفضيله العلامه الاستاذ الدكتور علي جمعه. شكرا جزيلا لفضلتك. اهلا وسهلا بكم متشكر جدا الشكر موصول لحضراتكم الى اللقاء